تعزيز التعاون الطاقوي بين ألمانيا والجزائر باعتبارها شريكاً مميزاً بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة والاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التحول التكنولوجي هو موضوع يوم الطاقة الجزائري الألماني في طبعته الخامسة. أؤكد التزامنا بتعزيز هذا التعاون وترقيته، ونطمح من خلاله إلى بناء شراكة استراتيجية وقوية. وفي هذا الصدد نحن نهدف إلى تحقيق نسبة 30% من الطاقات المتجددة في مزيجنا الطاقوي بحلول عام 2035 من خلال برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة بقدرة 15,000 ميجا وات، منها 2000 ميجا وات في قيد الانطلاق. اللقاء رفيع المستوى كان مناسبة للإمضاء على اتفاقية بين البلدين لإطلاق مشروع طاقتي، والذي يهدف إلى نقل المعرفة في المجالات التقنية الأساسية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. مشروع طاقتي مشروع مهم يغطي مجالين، وتطوير الطاقات المتجددة جديدة ومتجددة، كل ما يخص يعني المرافقة في مجال تحول تكنولوجي، في مجال رأس مال البشري، يعني تكوين رأس مال البشري، في مجال مشاريع نموذجية في الطاقات المتجددة والهيدروجين. الشركاء الألمان أجمعوا على أهمية العمل مع الجزائر كشريك هام، خاصة وأنها تمتلك مؤهلات وفيرة تسمح لها أن تكون فاعلا إقليميا رئيسيا في مجال التحول الطاقوي. الجزائر تزخر بإمكانيات هائلة في مجال الهيدروجين الأخضر في منطقة شمال إفريقيا، وإن مشروع ممر الهيدروجين الأخضر من الجزائر نحو أوروبا مروراً بتونس، إيطاليا، النمسا وألمانيا سيكون مكسباً حقيقياً في مجال التعاون الطاقوي، ومن شأنه الاعتماد على تكنولوجيات حديثة وتطوير الصناعة بالإضافة إلى خلق مناصب شغل. ومن المنتظر أن تكلل أعمال هذا اللقاء بنتائجه تسمح بتبادل الخبرات في مجال الانتقال الطاقوي والتحول إلى الطاقة المستدامة، الأمر الذي أصبح أكثر من حتمية لمواجهة تحديات الطاقة المستقبلية.